فيديو تطبيقات جديد، تطبيقات رائعة جدا يا جماعة. التطبيقات دي حرفيا من افضل التطبيقات في 2021. يعني انا متأكد ان اكتر الناس ما تعرفش التطبيقات دي. بتقدم مجموعة محترمة جدا من التولز والاوبشنز اللي هتفيدك في حياتك اليومية بشكل عام. فتابع معايا الفيديو ده للنهاية وان شاء الله هتستفيد بمحتوى الفيديو ده. وفي البداية كالعادة ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، عشان اللايك بيساعد الفيديو في الانتشار بشكل كبير، وتعمل اشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان نوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. ويلا بينا ندخل في محتوى الفيديو. التطبيق الاول معانا يا جماعه هو خاص بتطبيق الواتساب. بيقدم مجموعه تولز محترمه كده لو انت بتستخدم الواتساب بشكل يومي هتفيدك جدا. التطبيق ده اسمه واتساب بوكس. لما تيجي تدخل على جوجل بلاي بتكتب دبليو اي بوكس بيظهر لك على طول. نبدا ندخل عليه ونشوف التولز الاوديات بتاعته. طبعا انت اول ما تدخل عليه يبدا يطلب منك انك انت تسمح له بشويه حاجات كده، بتدوس سماح عادي، تطبيق امن. اول حاجه بتظهر لك ان هو بيقدر يعرض الرسائل المحذوفه، مثلا لو حد بعت لك رساله معينه وبعدين حذفها، فانت بتتمكن تشوف انك تشوف الرساله دي. طبعا في ناس ممكن تستفيد من الموضوع ده في جانب ايجابي، انها تعرف مثلا رسائل كانت خطر مثلا او الكلام ده كله، وفي ناس ممكن تستخدمها في جوانب تانية، فانا اتمنى انك انت ما تستخدمهاش في اي جوانب تانية مختلفه. كمان في امكانيه تانية انك انت تحفظ الحاله او انك تعمل سيف لاي مثلا حاله واحد من اصحابك منزلها. لو عجبتك مثلا بعض الحالات تنزلها وتشيرها في مواقع تانية مثلا زي انستجرام او كده، او الستوري بتاعت الفيس وهكذا. كمان بيسمح لك انك انت تفتح الواتساب ويب كانك بتفتح من على الكمبيوتر مثلا، بتعمل الفحص الكيو ار كود وبعدين بتفتح واتساب ويب عادي جدا. كمان في امكانيه انك انت تعمل دردشه وهميه او مكالمه، بحيث انك انت تكلم حد من غير ما يظهر عليك رقم او الكلام ده. لو بينا هنا جربنا هنشوف. فهنا بيبدا يفتح لك الواتساب زي ما احنا شايفين كده بدون اي رقم او اي حاجه. لو دوست على محادثه جديده تبدا تدخل الاسم والمتصل والكلام ده كله، تعمل سيف وتبدا تكلمه. هنا طبعا دي حاجات كلها ايه، انت بتعمل اسم فيك مثلا او تبدا تكلم الناس والكلام ده كله. طبعا الحاجات دي يا جماعه طبعا خطر جدا، واحنا بننبه مرارا وتكرارا على ان اي حد ما يستخدمش الحاجات دي في انه يرخم على حد او يبتز حد بيها. ده كان اول تطبيق معانا. نيجي للتطبيق الثاني. التطبيق الثاني خاص ب اسمه الترا فوليوم. ده خاص بشكل تعليه وخفض الصوت في الموبايل بتاعك، بيغير الشكل تماما. بنيجي ندخل عليه كده بنشوف. هو فكرته يعني ان هو يغير الشكل بتاع خفض ورفع الصوت. طبعا في نسخه مجانيه وفي نسخه مدفوعه، فاحنا هنجرب النسخه المجانيه. دي واجهه التطبيق زي ما احنا شايفين كده، فاحنا طبعا عايزين نعمله تفعيل، فبندوس على كلمه بدايه دي، بندوس على ده، فبيبدا يطلب منك السماح للوصول لملف الصوت يعني عندك في الموبايل او كده، فانت بتبدا تعمل تفعيل. بيدخلك تلقائي على الاعدادات فبتدوس عليها وبتعمله تفعيل استخدام هذه الخدمه موافق. طيب عشان تدخل على الاشكال وتختار منها بتدخل على الاختيار الثاني ده، فهنا بيبدا يظهر لك مجموعه اشكال مختلفه. طبعا مكتوب عليها برو دي تبع النسخه المدفوعه مالناش دعوه بيها، فاحنا هنشوف الحاجات اللي هي فري. هنا طبعا واجهه اوكسجين دي خاصه ب وان بلس، واي ام يو اي دي طبعا بتاعت هواوي. احنا مثلا اختار بتاعت المي يو اي بتاعت شاومي، فالشكل زي ما احنا شايفين كده اتغير، زي ما احنا شايفين على الجنب كده اتغير تماما، بقى شكل المي يو اي. طبعا شكل رائع جدا يا جماعه. في ناس بتهتم بالتفاصيل الصغيره دي، فالتطبيق ده هيفرق معاهم بشكل كبير. للناس الرايقه اللي بتحب اللي تهتم بالتفاصيل الصغيره دي في الموبايل بتاعها وتهتم بالاشكال المختلفه دي، فالتطبيق ده مهم او مفيد ليهم بشكل عام. التطبيق الثالث معانا هو اهم تطبيق هنتكلم عنه النهارده، وهو تطبيق فاميلي لينك او تطبيق التحكم الاسري للاباء او الامهات في موبايلات ابنهم او بنتهم. فطبعا التطبيق ده مهم جدا يا جماعه بالنسبه لاولياء الامور بشكل خاص. التطبيق ده بيديك صلاحيات الوصول لانك تتحكم في الموبايل الخاص بابنك، انك مثلا تحدد الوقت اللي هو بيقضيه على التليفون، او تحدد التطبيقات اللي هو بيستخدمها وتعمل له صلاحيات وصول لكل حاجه تقريبا يعني. فنبدا نخش عليه ونجربه ونشوفه. طبعا التطبيق ده متوفر منه نسختين، نسخه للاباء ونسخه للابناء. النسخه دي نسخه الاباء اللي على الموبايل ده، وهنجرب في موبايل تاني نسخه الابناء. هنا بيقول لك المساعده في وضع القواعد الاساسيه الرقميه للاطفال والمراهقين، تحديد مدة استخدام الجهاز بالنهار او بالليل، السماح بالتطبيقات او حظرها. طبعا دي الادوات او المجموعة الاوبشنز اللي بيقدمها التطبيق.
تحديد الموقع الجغرافي لجهاز طفلك بنظرة سريعة، يعني كمان بيحدد الموقع. فتبدأ تختار اكاونت طبعا جيميل او كده، لان هو بيعتبر بيتحكم او بيستخدم الجيميل في المراقبة دي. من سيستخدم هذا الهاتف؟ تختار طبعا احد الوالدين هنا. قبل البدء تأكد ان جهاز طفلك المراد اشرف عليه قريب منك طبعا، عشان تعمل ربط بينه وبين الجهاز الخاص بيك، فبتخلي الموبايل مثلا معاك او كده. هنا بيقول لك ان انت تصنفت على انك والد او مدير عائلة او بالنسبة يعني ولي امر مثلا، بتدوس موافق. بيسألك هل طفلك معاه اكاونت على الجيميل؟ طبعا ما هو نعم. هنا بيبدأ يطلب منك انك انت تجهز الجهاز بتاع طفلك او كده، بتدوس على التالي. فبيطلب منك انك انت تدخل على الجهاز وتكتب الكود المطلوب ده. هنبدأ نروح ندخل على الجهاز ونرجع لكم تاني. طيب بعد ما احنا خلصنا يا جماعة، بيبدأ يظهر لنا زي ما احنا شايفين كده الاعدادات والاشراف بالكامل على الجهاز، وهنا الوقت اللي هو بيدخل عليه مثلا على التطبيقات، ونوع اللانشر او المشغل اللي بيستخدمه، ووقت الشاشة، ضبط الحدود اليومية لساعات وقت النوم الاجهزة. كمان هنا بيبدأ يظهر لك مثلا تحكم في الموقع الخاص بطفلك. ممكن تعمل اعدادات كمان للمحتوى الكبار او الويب، او تعمل فلترة مثلا. لو احنا دوسنا على الاعداد هنا نجيب لك فلترة لعناصر جوجل بلاي وعناصر جوجل كروم متصفح ويوتيوب والكلام ده كله. فالتطبيق بشكل كامل يعني بيشرف على الموبايل بشكل كامل، بيمكنك انك تتحكم في كل حاجة في موبايل طفلك او موبايل ابنك او بنتك. فده تطبيق مهم جدا، هيفيد الاباء بشكل خاص انهم يقدروا يسيطروا على بناتهم او ابنائهم، انهم يتحكموا موبايل بالشكل اللي هم عايزينه او بالشكل اللي هم شايفينه صح. التطبيق الرابع والاخير معانا هو تطبيق خاص بفلاتر المشاهير للصور، اسمه اورنج تيل. انك تدخل عليه كده، فكره التطبيق ده سهله جدا، بحيث ان هو اول ما تدخل عليه بيبدا يعرض لك الفلاتر على طول. هي طبعا بيطلب منك السماح للوصول للصور بتاعتك والكلام ده كله. بدوس على لود بيكتشر او تحميل صوره، بيبدا يختار المعرض او المشغل عندك. هتدوس على ده مثلا، تختار صوره معينه وليكن اخترنا صوره زي كده. بيبدأ يعمل لودنج على الصورة، وبتختار اي افكت زي ما احنا شايفين كده. في مجموعة افكتات اللي هي الخاصة بالمشاهير. طبعا تطبيق محترم وبيقدم، وكمان بيتعمل له ابديت كل فترة وفترة، بينزل فلاتر جديدة. يعني ممكن بعد فترة تلاقي ان هو نزل عليه فلاتر جديدة. فتطبيق ده محترم جدا برضو، انصحكم بتحميله. بعد ما انت تخلص مثلا عملت الفلتر ده او الفلتر ده مثلا، بتدوس على كلمة سيف، بيبدأ يسيف الصورة معاك او بيحفظ الصورة معاك، او ممكن تشيرها مباشرة على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. هنا لو دوست على شير بيبدأ يفتح لك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ان انت ممكن تشير عليها زي ما احنا شايفين كده. ده تطبيق من التطبيقات برضو المحترمة والتطبيقات الفري، انصحكم بتحميله بشكل عام. وفي النهاية اتمنى ان كنتوا تكونوا استفدتوا من محتوى الفيديو واستفدتوا من التطبيقات دي. ولو انت حاسس ان التطبيقات دي هتكون مفيدة ليك في حياتك اليومية بشكل عام، ما تنساش تنزل تحملها من الروابط في الوصف. كان معكم محمود فؤاد من قناة ضيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.